اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا يعني قلنا لحضراتكم او سردنا الاخبار اللي داخل جنان النادي الاهلي سواء لابطالنا او فرقنا. دلوقتي هنقول لحضراتكم او هنسرد معاكم الاخبار المحليه. من اوائل هذه الاخبار هي كره اليد. منتخب مصر لكره اليد عنده بطوله افريقيا قادمه، والقرعه اتعملت يوم الخميس الماضي. الحقيقه القرعه يعني وقعت مصر في مجموعه مصر والمغرب والكاميرون، واول يوم او اول ماتش لينا ما هيكون مع الكاميرون يوم 11 الشهر اللي جاي ان شاء الله. طيب 14 دوله المشاركين. خلينا اقول لكم المجموعات. المجموعات كالاتي: المجموعه الثانيه طبعا المجموعه الاولى قلتها لحضراتكم مصر والمغرب والكاميرون، المجموعه الثانيه الجزائر الجابون غينيا كينيا، المجموعه الثالثه تونس الراس الاخضر نيجيريا، المجموعه الرابعه انجولا كونغو الديمقراطيه سنغال زامبيا. ولكن القرعه دي حاجه غريبه حصلت، انه لاول مره منذ فتره يعني هيقع في طريقنا تقريبا في قبل نهائي تونس، هيبقى كانه نهائي مبكر زي فريق كره الطائره سيدات بكره عنده قرطاج نهائي مبكر، هيكون نفس الكلام مع منتخب مصر كره اليد. وخلينا اوضح ان البطوله دي ليست مؤهله للاولمبياد، دي مؤهله لبطوله العالم فقط، واول خمس فرق اللي هيتاهلوا. طيب هنا من بعد دور الثمانيه مفيش فرقه هتروح، يعني اللي هيطلع دور الثمانيه اول وثاني من كل مجموعه يطلعوا دور الثمانيه، مفيش فرقه تروح. حتى اللي هتخسر في دور الثمانيه هيلعبوا عشان يطلعوا الخامس اللي هيروح بطوله العالم. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في القرعه وفعاليات القرعه وسجلت مع العديد مع الشخصيات. خلينا نتفرج على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. أنا بهني الاتحاد المصري وأقول له بالتوفيق. يعني حدث آخر كبير إن مصر تستضيف البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم، ده شيء يعني مهم الحمد لله إكمال استعداداتنا، وإحنا دايما كدولة مصرية مستعدين لاستضافة أي بطولة. لكن يعني زي المودلينج اللي موجود دايما في مصر للاستعداد، السيد رئيس الاتحاد دكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المنظمة، اللجنة المنظمة فيها تكوينات مختلفة، جزء منها الاتصال الحكومي بيمثله الوزارة طبعا مع الكيانات الأخرى زي تذكرتي وزي برزنتيشن. الحمد لله بقى في موديلنج يعني شغال، لكن أتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله ونشوف بطولة كبيرة جميلة، سيما إن احنا بعدها نعلن عن أول مرة حاجة كبيرة إن شاء الله بطولة عالم برضو كده في الهاندبول، حاجة هنقولها بعدين يعني. فأنا بتمنى التوفيق بإذن الله. لا شك إن مصر بتضيف لسجلها في التنظيم سجل جديد، بإن احنا بنعمل بننظم بطولة البطولة الإفريقية، بطولة الأمم الإفريقية. التنظيم بكل خطواته اللي احنا اتبعناها بالدعم الكامل من القيادة السياسية ومن معالي الوزير أشرف صبحي، لا شك إن هو كان خطوة داعمة لينا، وده مش بعيد عن مصر ومش بعيد عن اهتمامات الدولة بالرياضة عامة وبالبنية التحتية وبتنظيم جيد جدا احنا اعتدنا عليه من قديم، يعني من وقت طويل جدا. بدأت ببطولة العالم 99 وكان تنظيم جيد، وبعدين بعد كده عندنا نظمنا بطولات افريقية كثيرة جدا تعادل هذه البطولة، وبالإضافة طبعا لآخر حدث عالمي في وقت صعب جدا عملوا الناس المسؤولة سواء من قيادات الدولة في المجال الرياضي أو القيادات السياسية بشكل عام، كانوا على مستوى الحدث في إن احنا نستضيف بطولة العالم اللي يعني في توقيت صعب جدا في كورونا، فده بالتأكيد بيسهل الأمور بالنسبة لنا. وإحنا طبعا بنتوقع بإذن الله لمنتخبنا القومي إن احنا بإذن الله ما عادش خلاص في ما عندناش خلاص رفاهية إن احنا نقول مراكز، احنا دايما هنقول إن احنا عايزين البطولة، بنطمع إن احنا مش البطولات الإفريقية في البطولات العالمية كمان، بنطمع كلنا إن احنا نحقق ميدالية
ومش هنقول اي ميداليه، احنا طمعانين في الميداليه الذهبيه سواء في بطوله العالم الجاي او في الاولمبياد. مصر مش اقل من كده ابدا، مع كل الدعم اللي بناخده ومع كل الاهتمام اللي بتاخده الرياضه في 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 مصر، مع كل الاهتمام ده يجب ان احنا نكون على هذا المستوى، وان احنا فعلا نقدم شيء يستحق ان احنا نقول دي مكانه مصر وده القيمه الحقيقيه ليها. واحنا واثقين تماما في لاعبينا وفي ابطالنا، واثقين تماما في ان الشغل والعلم والاجتهاد والمصابره والمتابعه بيبقوا اساس النجاح، فبنتمنى للمنتخب النجاح ان شاء الله. بس هي بطوله يعني مش سهله زي ما الناس فاكره، المنتخبات الافريقيه دلوقتي اصبحت قويه، بقى عندها يعني كل فريق يمتلك محترفين في الدوري الفرنسي. يعني البطوله مش يعني سهله زي الاول، الناس كلها فاكره ان هي مصر وتونس، لا البطوله فيها في فرق كويسه جدا دلوقتي، في الكونغو الديمقراطيه برضو فرق كويسه، يعني في ناس كتير بتلعب في اوروبا، في كاف فيردي عملت مفاجات البطوله اللي فاتت وصعدت لكاس العالم في مصر. فانا شايف البطوله مش سهله، لو لعبنا وحش هنخسر عادي جدا، لعبنا كويس هنسهلها على نفسنا. بس الاتحاد قرر عشان الوقت ده ما فيش ماتشات تقريبا، يعني كل الاوف سيزون في كل العالم، فشايف ان الاستعدادات هتبقى صعبه، بس الاتحاد قرر ان احنا نشارك في دوره العاب البحر المتوسط، هنطلع يوم 25 تقريبا شهر 6، وبعدين هنرجع على بطوله في مصر ان شاء الله. ان مصر في عز ازمه كورونا هي الوحيده اللي كانت صدرت ولعبنا كاس عالم في مصر 2021، وانا شايف ان دي يعني مصر هي اللي بدات الاحداث الرياضيه بعد الكورونا، فحاجه مش بعيده عن مصر ومش غريبه عن مصر ان التنظيم يبقى رائع. بيبقى شعور حلو لما تلاقي ان اللعيبه نفسها، لعيبه منتخب مصر كره اليد، عندهم ثقه في بلدهم وثقه في تنظيم البطوله، وحاسين بالفخر ان البطوله في يعني او على ارض مصر. وكل التوفيق لمنتخب مصر الاول لكره اليد.